احمد مجدي المدرب المصري في جهاز جوميز بيحذر جوميز من مباراة الاهلي انه يقع في الفخ بتاع اوسوريو. اوسوريو شال 4 وسلام عليكم عليكم السلام وكانت نهايته. ليه؟ عشان فتح الجيم، او نقدر نقول فتح صدره. ويمكن انا قلت لكم اللي مش الفرقتين الاثنين مديرين فنيين اللي مش هيحترم التاني هيتعاقب والعقاب هيبقى شديد. فاحمد مجدي بيقول له اوعى تفتح صدرك، لابد من ان انت تدي فرقة النادي الاهلي احترامها المقبول. لو احترام مبالغ فيه تخش في منطقة الخوف، ولا احترام بقدر اقل من امكانياته الحقيقية وتخش في منطقة الاستهتار بيه بالقسم، لا دي ولا دي. ومن هنا من خلال الدراسة بقى بتاعت جوميز لفرقة النادي الاهلي والماتشات اللي فاتت، ده فاتح اللابتوب بتاعه وده فاتح الايباد بتاعه وده مع الماتشات وده مع الماتشات، والاتنين بيدرسوا بعض والاتنين كتب مفتوحة لبعض. فجوزيه جوميز عنده موضوعين، انا بقول لكم كواليس بقى وتفاصيل، كواليس وتفاصيل لا بتعرفوها لا بتشوفوها الا هنا. الاولاني حيران من شيكابالا، حيران بسبب ايه؟ شيكابالا يبدا بشيكابالا ولا يقعد شيكابالا للشوط التاني؟ لسه ما خدش قرار نهائي في دي، يبدأ بيه ولا يقعده للشوط التاني. انا بقول لك في الغالب هيقعده للشوط التاني من دلوقتي اهو. بيحذر اللعيبة من 3 لعيبة مهمين جدا في النادي الاهلي. طبعا كلكم هتفتكروا المجموعة اللي قدام، لا مش كل اللي قدام. بيحذرهم من الشحات وإمام عاشور ومروان عطية. طب الشحات وإمام عاشور علشان عندهم واجبات هجومية، ده ممكن بيشوط، ده ممكن يكون حافظ نادي الزمالك اللي هو على إمام عاشور. يعني الشحات هو اللي ورقة رابحة، هو اللي بيخلص للنادي دلوقتي، هو اللي بيعمل الفرق، هو اللي بيجيب للنادي الأهلي البطولات، وهو اللي بيجيب للنادي الأهلي يعني هو وتاو كان كهربا معاهم قبل ما يعمل الحاجات اللي هو بيقعد يعملها كل شوية دي. إنما مروان عطية ليه؟ يعني انت بتحذرني من مروان عطية ليه؟ انا اقول لك ليه. لان مروان عطية هو اللاعب اللي بيضمن التفوق الهجومي للنادي الاهلي. ازاي يا عم تامر ده راجل بيدافع طبعا ومدافع من الدرجة الاولى كمان، طب ازاي بقى هيضمن التفوق الهجومي للنادي الاهلي؟ لان النادي الاهلي بيلعب كرة هجومية، لما هتتقطع منه الكرة علشان الزمالك يروح في المناطق الهجومية للاهلي مين اللي بيقطعها؟ مروان عطية في منطقة قلب الملعب. يبقى اذا بيضمن تفوق الاهلي الهجومي، كل ما تتقطع ويجي يتضرح ده واخدها مديها الاهلي تاني وهكذا. فده لعيب من اللعيبه المهمه جدا اللي الزمالك لو نجح ان هو ما يخليهوش يعمل دي يبقى افقد النادي الاهلي ميزه كبيره جدا وحط النادي الاهلي في ضغوط. عرفتوا منين جايه ان هو بيحذر من مروان عطيه؟ من السبب اللي انا قلت لحضراتكم عليه. امام عاشور كان لعيب في نادي الزمالك لغايه اول امبارح بالليل. ما هو من ساعه ما مشي من نادي الزمالك والكوبري اللي اتعمل وبعد كده اللي هو بتاع الدنمارك ولا ما اعرفش انه كوبري كان عمله ده وبعد كده راح النادي الاهلي الليله ديت، يعني دي اول امبارح بالليل. فاول امبارح بالليل دي وانتوا عارفين بقى امام عاشور وكان التيشيرت وبوس التيشيرت والاغاني اللي في اوض اللبس والاحتفال جوه اهلي مدينة نصر واحتفال جوه مش عارف ايه وتوقف وعمل ودخل وسوى يعني. فكان زملكاوي راجل حتى النخاع يعني، كان زملكاوي الحاجات والفيديوهات اللي كانت بتاعت امام عاشور كان يعني راجل يعني عايز اقول لكم ايه يعني كان زملكاوي اكتر مني.
52 سنة منهم 40 سنة في نادي الزمالك، فهو كان اكتر مني من اللي بيعمله ده، واكتر من ناس كتير بقى يعني، اكتر مثلا بقى يعني من كل الكباتن الكبار بتوع الزمالك، ايمن يونس بقى على جمال عبد الحميد على طارق يحيى على اسماعيل على كل، على هشام يكن على حماده امام على حازم امام، او اللي عمله امام عاشور في الماتشات بتاعت اهلي وزمالك وفي ماتشات الناشئين والفيديوهات اللي كانت ليه، ده زملكاوي واكتر من الناس دي، ده اللي انا اعرفه يعني الفيديوهات اللي بيقول كده. مهم يعني، فطبعا واحد كان زملكاوي قوي للدرجه دي اللي هو نايم اي مواكل شارب زمالك، وضع طبيعي ان لسه ليه علاقاته مع زمايله في الفرقه، فالراجل بيحاول يتواصل مع زيزو علشان زيزو يهدي لعيبه الزمالك عليه، العمليه ما تبقاش متنشنه يعني، والماتش ما ياخدش الطابع الايه اللي هو ماتش ضد امام عاشور مش ضد النادي الاهلي، زي ما حصل قبل كده مع كهربا وكان طارق حامد وبتاع، يعني كان موضوع كده عارفين انتوا برضو نفس القصص دي. المهم ان هو يعني دي هتبقى واخدة حيز كبير جدا من تفكير امام عاشور في اللقاء، فمع يعني اعتقد ان كولر لازم هيعالج النقطة ديت مع امام قبل اللقاء ده، لانه ممكن جدا ياخد يعني تبقى فيه امور عصبية يعني، يعني الموضوع معاه ياخد الشكل الايه الشكل العصبي. طيب زي ما قلت لكم ان في يعني بعض المشاكل اللي ممكن تحدث، في بعض المشاكل اللي ممكن ايه تحدث في مباراة زي كده في بعض التنظيمات اللي موجودة، بس الحقيقة للأسف الشديد المشاكل المرة دي حصلة ما بين رابطة النقاد الرياضيين واتحاد الكرة المصري. رابطة كان في انتخابات لسه، رابطة النقاد الرياضيين بقالها كام يوم، والانتخابات افرزت مجموعة من السادة الافاضل الصحفيين اصدقائنا من النقاد الرياضيين اللي فازوا في الانتخابات: حسن خلف الله رئيسا، احمد اسماعيل نائبا، ايهاب شعبان امينا للصندوق، وفي ستة افاضل اعضاء: هشام ابو حديد وهاني عبد الصبور ومحمد صلاح ومحمود المخبزي ومحمد غبن وعبد الحميد فراج. طيب